المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره. سب الدهر، الزمن غدار، يوم أسود، صح؟ أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك، ولن أنسى هذا اليوم، والله هذا يوم أعوذ بالله، صح؟ أي نعم، لا يمسح من التاريخ. هذا يقول يسب الدهر، يسب الريح، يسب الدواب، يسب الدواب، دواب، يسب الدواب. واليوم بعض الناس يسب الدابة لأنها تغيرت الآن عندنا السيارة، يسب اللعن، حدث ولا حرج. أنا أسأل الشباب الآن في الطريق، قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج، المسلم ليس باللعان. نبه أخواننا، تنبه نفسك، تنبه غيرك، تنبه أخوانك، ما يصح اللعن. كيف تلعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، كيف تلعنه؟ هذا الآن احنا لن نتكلم عن هذه الألفاظ، السب والشتم، هذه معروفة والله أعلم، لكن يعني لابد أن نعلم الناس. ممكن يا أخي اترك الأوراق، اتركها، ضع عندك، ضع عندك بس، جزاك الله خير.